عارفين يا جماعة المشكلة فين؟ المشكلة مش في مين عليه إيه ومين هجيب إيه، المشكلة مش في إننا بنكتب عقد إيجار شقة ولا داخلين نفتح شركة، ده جواز يا جماعة. يعني لازم في المقام الأول يتبني على الود والحب قبل الالتزام، يكون قائم على التفاهم والشراكة قبل مين عليه إيه ومين هجيب إيه. واللي يقدر على حاجة يعملها ويعملها بحب، يعملها وهو عايز يعملها علشان يكمل في طريق مستقبله اللي رسمه مع شريك حياته، ما تخلوش التفاهات دي هي اللي تقف قدامكم. لا جوازة تتفشكل علشان مصاريف نقل، ولا علشان أكل وشرب، ولا علشان مروحة ما جاتش، ولا مكوى ناقصة، ولا الحاجات اللي بنسمع عنها كل يوم دي. الجواز فكرة أعمق من كده بمراحل، كل دي شكليات هيعيشوها سوا، فبلاش تبدأوها بمشاحنات ملهاش مكان ما بينكم. وبعدين إزاي علاقة قوية زي دي ممكن يهدها حاجات شكلية بسيطة كده؟ مفيش وجه مقارنة ولا نسبية خالص. نعد يا جماعة، نعد البعض ونعذر لحد ما يتقفل عليهم باب بيتهم. عدوا بس الأيام دي، وبلاش تدققوا في كل حاجة وكل جنيه وكل خطوة. صدقوني ياما ناس دققت وكانت نهاية الموضوع فشل ومحاكم، وياما ناس ثابتها على ربنا وعملت الواجب وزيادة، ودلوقتي عايشين أسعد أيام حياتهم. صدقوني كل حاجة بتهون يوم الفرح والسعادة على الوشوش، بتهون مع أول طفل بيشرف للدنيا، بتهون مع صوت بنتكم وهي فرحانة، وصوت ابنكم وهو مستقر نفسيا. الجواز طريق للاستقرار، والطريق ما ينفعش يبدأ كده، لازم يبدأ وإيديكم في إيدين بعض بتساعد وبتسند. هونوها على بعض واسندوا بعض طالما مرتاحين. الراحة والأخلاق ما تسويش كنوز الدنيا، لأن هي اللي باقية وهي المجداف اللي بيوصل لبر الأمان. شكرا ليكم وإلى اللقاء.